أسعد الله مساءكم بكل خير متابعينا في المملكة العربية السعودية. نهار اليوم ساعات أجواء غير مستقرة خلال ساعات الصباح الباكر في المنطقة الشرقية الجنوبية الشرقية وأجزاء من المنطقة الجنوبية الغربية، هي ناتجة عن بقايا حالة من عدم الاستقرار الجوي تأثرت بها المملكة خلال اليومين الماضيين. التوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال هذه الليلة يوصل الطقس مستقر غيوم متفرقة 10 درجات مئوية، الملموسة حوالي 8، الرطوبة حوالي 60%، والرياح تكون جنوبية خفيفة إلى معتدلة أسرع. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة اليوم غد، نبدأ بالمنطقة الشمالية. سكاكا 18-6، عرعر 17-5، تبوك 20-9 مع طقس صافي ومستقر بشكل عام. المنطقة الغربية المدينة المنورة طقس صافي 25-17، جدة 31-23، مكة المكرمة 32-21، والطائف 24-13 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الجنوبية الغربية، الباحة 16-13، أبا 20-14، وجازان طقس غائم جزئي 29-26 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الشرقية نبدأها بالدمام، طقس صافي 21-12، حفر الباطن أيضا طقس صافي 19-7، والإحساء أتربة مثارة ورياح نشطة 22-11 درجة مئوية. المنطقة الوسطى حائل 16-4، بريدة 20-8، والرياض طقس صافي 22-11 درجة مئوية. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.